السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليه وسلم. لا يخفى عليكم أننا تلقينا من الدعوة الكريمة من الأخ الشاعر والعلم مهدلي العالمي، وما لقينا عذر في النصوص. دعيتنا يا مهدلي محمد ووصلناك محبة وإخلاص، وأنت تعلم ما بيننا. في البداية معنا عطاء والمعطي الله سبحانه وتعالى، ونعلم أنه قليل، ولكن سمّوا المحبة والمودة والأخوة اللي بيننا قهوة لضيفانك مبلغ 5000 ريال. والشيء الثاني، ما ينفك السلاح إلا للرجال الغالي مثلك شواك. شواك الطيب. جنبيتي يا مهدلي هدية، وبالحرام إنها ما تنجح. وأنت كفو تستاهلها. والأمر الثالث، معنا قصيدة تستاهلها ويستاهلوها ربعك وتعذرون عليها. داعي وصولنا وسلامتكم. الله يحييكم. يا مرحبا بالشيخ قبائل القمر، أخي وصديقي شيخ عبده، وحقيقة والله أنك جملتني بين قبائلي، وما يهدي السلاح إلا قهو ومطلق ولا يهونون اللي معك في الصف. الله يحييكم، عطاكم سمين وهديتكم مقبولة. ونسمع شاعركم باسم قبائل السادة، ما نراكم إلا مضيفين يا شيخ عبده. والبكل بقى الشاعر اللي يعرفها عليك زود، تبني القصايد يوم غيرك هدامة، براد مدحك خول محمد وجاك، يسكب على قابك ورود وخزامة، أشهر أبو عيسى وقلت له لباك، قافل بوجهي عسكري في انتظامه. يا مهدلي وانعم بأصلك ومنشاك، يا من جدود السبسل فاليمامة، دعيتنا وجينا كما جيش حراك، منا إليكم كالبدر في تمامه، شاعر محنك تربك الخصم إرباك، من حيث مخواله وعاصم عمامه، لو الطناخة تنشبك وصل لساك، من سر نارة لي شرق المنامة، كن المعزة والكرم من ضحاياك، يا شاعر الموت ولا انهزامة، في ظل شيخ النشاشيب فكاك، عرار من ذكر ذلول الرخامة، شيخ الشمل في حزة الضيق براك، تقسم وصفك ما لحقها انقسامة، من طيب فعلك المطاليق أسراك، لم تروا اسمك رموا العمامة، يا شيخ لو أنظر ودايع وأكساك، ما هو باين يا ذراه سلامة، يزهاك فعلك قبل ما المشت يزهاك، تترطب يا مرة ما بلثامة، مقواك في سكات الأعداء مقواك، يا من تضيع عدله ودينه حسامة، خلاوي وساده وعمم على بلاك، وضف عليهم القضب والسجامة، لا دار ترح الحرب يملاك يسراك، أنتو لنا قوسم حنا سامة، احنا على أعداكم بلا جيك وشواك، وانتو قوام الظهر وانتو عظام، انفوق ظنه للقناة والفهامة.